هذا الحديث مجددا عن فيروس كورونا وانتشار فيروس كورونا ليس في سوريا فحسب وإنما في كثير من الدول. المتحور والمتحورات لفيروس كورونا يبدو أنها أصعب مما كان في السنة الماضية. في السنة الماضية كثيرون ممن لم يصيبوا بشيء ظنوا أنهم أخذوا مناعة طبيعية أو مناعة أو أنهم لديهم أجساد يعني تتغلب على أي نوع من الفيروسات بما أنه عدوا السنة الماضية ولم يصابوا، فكثير منهم كانوا يظنون أنهم أقوى، ولكن على ما يبدو أن هذه الهجمة اليوم والطفرة التي نراها اليوم لكورونا يبدو أنها قوية وليس الأمر بالشيء اليسير أو الشيء السهل. عادة ما لجأنا يوما منذ الحديث بأول يوم عن كورونا ما لجأنا إلى التهويل وما لجأنا إلى نشر الذعر والرعب على أن هناك شيء مخيف جدا بكورونا رغم أنها مخيفة، لا أحد ينكر أنه هذا المرض قاتل مميت وبالتالي هو مخيف، ولكن مع ذلك ما لجأنا إلى التهويل. ولكن اليوم أصبح الأمر يعني سابقا كان الموضوع أنه على مبدأ أنه أخي ما باليد حيلة، أنت إن هولت وإن ضخمت من حجم جائحة كورونا ماذا باليد أن نفعل سوى أن نضع كمامة وأن نلتزم بشروط التباعد؟ لم يكن بيدنا أي شيء. اليوم هناك لقاح موجود اليوم ويعطى وينادى للناس تعالوا وخذوا هذا اللقاح، ومع ذلك نجد كثيرين ممن يقولون ونسمع الكلام أنه لا، أنه ما رح ناخذ هذا اللقاح وأنه نتائجه رح تظهر بعد فترة وأنه لم يأخذ مدته الكافية في الاختبارات وفي الدرس، وبالتالي هو تسرع وتعجل وفق كثير مما نسمعه، وبالتالي يقول أنه ما رح ناخذ هذا اللقاح تحت أي ظرف، وهذا ما نراه. ما بين من أخذ وما بين من لم يأخذ، ما بين من يدعو حقيقة إلى أن يكون هناك تطعيم على مستوى واسع وما بين أن يقول أنه مهما حدث ومهما كان لن أخذ هذا اللقاح، أقوال نسمعها كثيرا في الشارع، ولكن بالنهاية هناك جائحة اليوم بمتحوراتها موجودة وأصبحت أمر واقع. هناك امتلاء في المستشفيات بمرضى كورونا وهناك حالات وفيات بدأنا نسمع عنها وبشكل يومي، ونلحظ ذلك في محيطنا. ليس الأمر نتحدث عن دولة أخرى إنما عن محيطنا الذي نحن فيه. ماذا عن الجديد في هذا الأمر؟ أسئلة أطرحها على ضيفي في الاستوديو الدكتور عصام الأمين المدير العام للهيئة العامة لمستشفى المواساة الجامعي في دمشق. أهلا ومرحبا فيك دكتور. مساء الخير أستاذي. أهلا ومرحبا. شو واقعكم اليوم؟ هلا خلينا نبدا بأول حاله كورونا كلنا بنعرف ظهرت بسوريا ب 22 اذار 2020. سوريا دخلت بعدين بذروه اولى بالشهر السابع والثامن، نزلت الاعداد بشده، دخلنا بذروه ثانيه بالشهر 11 و12 نزلت الاعداد كمان، دخلنا بذروه ثالثه بالشهر الرابع والخامس رجعت نزلت السطح المنحني بالسادس ونزل. بلشنا بأول أغسطس بأول آب نشوف تواتر لزيادة بعدد حالات المراجعين باشتباه كوفيد 19 بالإسعاف. سايرنا طبعا المنحنى الوبائي، نحن دائما على أهبة الاستعداد، نزلنا العدد السرة اللي بتستقبل كورونا لما نزل العدد، وكنا عندنا خطط بديلة إنه في حال عودة فصار زادت النسبة 20% 40% بشهر أيلول. لحد هلأ 28 نحن أيلول في عنا 128 حالة كورونا دخلوا على مشفى المواساة مقارنة مع 68 حالة دخلوا بشهر آب، دليل أنه في تصاعد. هلأ نحن بنقدر نقول نحن لسنا في الطريق إلى الذروة الرابعة، نحن في الذروة الرابعة. نعم. ليش؟ لأن الأرقام بدأت تقترب من الذرة الماضية، من الأرقام اللي كنا نشوفها بالذرة. سايرنا المنحني الوبائي، زلنا أعداد سرة العناية المركزة، سرة العزل، سرة الاستقبال، بس الضغط شمل ليس فقط مشفى المواساة، شمل كل مشافي القطر العربي السوري بقطاعه الصحي بشكل شامل كامل، حتى القطاع الخاص كمان صار في نسبة الإشغال اقتربت من 100%، وهذا اضطر الجهات المعنية من فترة كم يوم انه يحولوا جزء من الحالات الى المناطق اللي ما فيها سراية عالية
مثل حمص أو بعض المناطق، وهذا شيء مو بس بها الزروة هاي، صار عندنا كمان بالزروة الأولى والثانية أنه تم تحويل حالات إلى المحافظات، حتى برا صار بروسيا وبفرنسا تحولت، يعني ممكن تحويل من مدينة إلى أخرى. هلا نحن عم ندفع ثمن أول أنه نحن افتكرنا أنه الكورونا بعد ما نزلت أعداد المصابين أنه الكورونا راحت، ما عاد في كورونا، رجعنا أهملنا الإجراءات الوقائية الاحترازية، صار التجمعات، الكمامة صارت ما عادت من ثقافتنا كناس. العامل الثاني صار في موضوع عزوف عن أخذ اللقاح على نظرية المؤامرة، أنه اللقاح هذا يعني أول شيء ما بيغطي المتحورات، اللقاح هذا عبارة عن بتدخل بالشفرة الوراثية. طبعا هذا كل المعلومات هي بعيدة عن الواقع وبعيدة عن الشيء العلمي والأكاديمي. منرد عليهم بصورة بسيطة انه لحد هاللحظة في عندي 6.2 مليار اخذوا جرعة من اصل 8 مليار من البشر، وفي 2.5 مليار اخذوا الفولي فاكسينيتد، يعني اخذوا، فما مو مثل ما عم ينحكى انه الاثار. نحن مشان كمان نكون موضوعيين، انه عم ينحكى على انه استعجال بموضوع اللقاح، نعم، انه لسه ما اخذ يعني فرصته بالبحث والدرس، هذا في جانب منه صحيح، نعم. هذا عادة اللقاحات بشكل عام بدها 4 سنوات لا تعتمد بشكل نهائي، اللقاحات العادية للفيروسات وللجوائح فهذا أخذ شيء اسمه EUA. EUA يعني Emergency Use Authorization، يعني انعمل تجارب على مئات الآلاف من البشر واتخذوا قرار أنه ما ينتظروا الفترة الزمنية، لأنه إذا بدي انتظر 4 سنوات لبين ما طبق اللقاح، أنا لحد هاللحظة في عندي 4.5 مليون وفية بالعالم، إذا بدي انتظر 4 سنوات بيكون قضى على عشرات الملايين. فالقرار اللي اتخذ انه انا جربته على مئات الالاف، فما كان في تأثيرات مباشرة، خطورة مباشرة، فتعطى تقارير شهرية عن التأثيرات الجانبية، وهذا اللي ثبت انه ما في مثل ما عم يحكى. يعني لحد الان يعني انت حدثنا على انه ان كان هناك تأثيرات جانبية سيكون لهذا اللقاح، او ان كان له على ارض الواقع تأثيرات جانبية، ولكن بالمقابل الصورة المقابلة، وهذا ما تحدثنا به عبر برامجنا وعبر ما يتحدث به كل من يتحدث بهذا الشأن، انه الصورة المقابلة في موت تماما، يعني انه ما بين انه انت تتوقع اعراض جانبية ممكن انها تصيبك مستقبلا، وما بين انه انت امام وباء مميت. صح، شو الحل؟ شو بياخذ الواحد خيار بهيك حالة؟ اكيد يعني الخيار هو اخذ اللقاح. اللقاح تم تجربته مثل ما حكينا على متطوعين، على مئات الالاف لم يتم ادخاله بشكل مباشر، وعدى المرحله الاولى في 3 مراحل له هو اللقاح. المرحله اول شيء تحديد الشكل الجيني للقاح، مرحله تجربه على الحيوانات، وبعدين تجربه على البشر. اخذ لا باس من الاعداد اللي اخذها، والدليل انه مليارات من البشر اخذوا، والتاثيرات المميته خلينا نقول للقاح نادرة ونادرة جدا 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 لحد هاللحظة. تأثيراته الجانبية لا تتعدى ألم مكان الخزل والحقن، شوية حرارة يوم يومين. التأثيرات اللي نحكى عليها هي يعني نادرة، يمكن 1 على 10 مليون ولا 1 على، وهذا الشيء معروف حتى باللقاحات الماضية، يعني مو بس بلقاح الكوفيد، حتى باللقاحات الماضية في نسبة من الحالات النادرة انه يكون فيها تأثيرات جلطات دموية بعد جلطات دموية، تحسس مثلا شديد، انافلاكتيك شوك، صدمة تأقية، نادرة ونادرة جدا. نعم. طيب الواقع اليوم اللي نحن كنا عم نحكي فيه انه يعني بالمنطق لا يجوز ان تكون هناك آلية ملزمة للناس حتى يأخذوا اللقاحات، يعني هناك من يرى انه يا اخي الموضوع لحد الان هو حريه شخصيه، ولا زال ايه لحد هذه اللحظه هو حريه شخصيه، لا يجوز ان يكون هناك الزام. ولكن كيف الناس اليوم بدها تتشجع، ونحن نسمع كثيرين من العاملين في الشان الطبي والحقل الطبي، اطباء ذو خبره، بعضهم يقول والله ما راح اخذ اللقاح انا، وينصح المحيطين به انه ما ياخذوا اللقاح. احنا اول شيء يعني مفروض يكون في مصادر معتمده
لا المواضيع العلمية بتاخد من الحكي العلمي الأكاديمي اللي مفروض نتبعه. نحن ما نتبع وسائل التواصل الاجتماعي. أنا كان لي محاضرة من يومين على موضوع الكوفيد، إنه شو الواقع وشو الأفاق المستقبلية، إنه وين رايحين. فرديت بشغلة بسيطة على موضوع النظريات، إنه نظرية الفيروس المؤامرة ونظرية المليار الذهبي، إنه طيب إن هذولي إنه بده يخلوا مليار من البشر ينعموا بخيرات البشرية ويقضوا على 8 مليارات الثانية. الشيء المردود عليه إنه الأوبئة من وقت ما رب العالمين خلق الكون وكان في كائنات حية وبشر وحيوانات وفيروسات وجراثيم، كان في أوبئة. ما بننسى الطاعون اللي قضى على تلت البشرية، ما بننسى الإنفلونزا الإسبانية اللي قتلت 50 مليون من البشر بال 1918 و 1919، ما بالك عن الجدري، ما بالك عن الكوليرا، الإيدز اللي حد هاللحظة قضى على 40 مليون. الأوبئة كانت موجودة وهلأ موجودة بالكوفيد ورح تضل موجودة بالمستقبل. هي جزء من تركيبة الكون، موجود الأوبئة وليست نظرية مؤامرة. أنه هلأ سويست دخلت شركات على الموضوع، ممكن هذا بكأي موضوع، بس لم يعني يختلق هذا الموضوع. الوباء حقيقة واقعة، والدليل الوفيات اللي عم نشوفها، دليل الشيوع. في عندي 233 مليون إصابة بالعالم حاليا بيصيبوا بالكوفيد. نعم. طيب شو واقع المستشفيات اليوم في سوريا؟ انت حدثنا عن مستشفاكم وبعض المستشفيات، مستشفيات وزارة التعليم العالي على سبيل المثال. هلا نحن بمشفى المواساة اللي هو المشفى الأساسي بالتصدي لطبعا وباء الكورونا. نحن منظومة التعليم العالي مثل ما حكينا سايرنا المنحني الوبائي. ابتداء من شهر آب بلشنا نزيد عدد الأسرة على الطاقة الاستيعابية، سواء بغرف العزل، سواء بالإسعاف، سواء بالعناية المركزة. يعني أنا الشيء اللي بقصده أنه يعني أنتم ما زلتم بنمط المعالجة نفسه اللي كان السنة الماضية، لأنه ما في غيره. ما هيك؟ البروتوكول العلاجي اللي هو المطبق حاليا بسوريا، هذا بروتوكول وضعته اللجنة المركزية لتصدي لوباء الكورونا. البروتوكول ما زال، هذا كان قبل التطعيم وما زال، ما له علاقة التطعيم. نعم. ما له علاقة. البروتوكول هذا بروتوكول علاجي ما تم تغييره، عم يتطبق بكل المشافي السورية. الشيء بحب أقوله أنه رغم المتحورات خلينا أو المتغيرات أو الطفرات، الخطة العلاجية هي نفسها. اللقاحات ما زالت لقاحات تغطي كافة أنواع المتحورات، سواء ألفا البريطاني ولا بيتا الجنوب أفريقي ولا جما البرازيلي ولا دلتا الهندي. اللقاح والبروتوكول العلاجي هو نفسه اللي عم بيتقارب فيه كل المتحورات. ونحن مو بس عندنا 4 متحورات، عشرات الآلاف من المتحورات صارت على الكوفيد. بس نحن عم نحكي عن المتغيرات السيئة اللي صارت، اللي هي الألفا وبيتا وجما، وهلأ كمان عم ينحكى على المتحور دلتا بلس وعلى ميو. دائما في متحورات، وأحيانا بتكون هالمتحورات جيدة. بال2002 ابن عمه للسارس 2 اللي هو الكوفيد 19 صار عليه تطفر تحور، انقضى على الفيروس، يعني الفيروس انتهى. كانوا عم يجهزوا للقاح، غير نفسه تركيبته الجينية الفيروس نتيجة لطفرة جينية، بس كانت الطفرة باتجاه الحسن وانتهى الفيروس تبع 2002. نعم. سارس 1. نعم. طيب هلأ كثير ناس بيسألوا أنه شو أسباب حاليا الانتشار. يعني كنا نظن نحن من خلال ما مر علينا في السنتين الماضيتين أنه كانت سوريا والله الحمد هي الأقل بنسب الإصابة من بين كل الدول، حتى الدول المحيطة بنا. فكنا نظن أنه نحن بمنأة، خصوصا أنه يعني الحركة مقيدة على سوريا، ما في دخول وخروج. صحيح. من باقي الدول، فبالتالي العدوى، سبل انتقال العدوى من الخارج إلى. صحيح. سوريا قليلة جدا. نعم. اليوم شو أسباب الانتشار ممكن تكون، أو كيف نحن ممكن نحصن أنفسنا عدا عن موضوع الإجراءات الاحترازية اللي على ما يبدو أنه ما في غيرها؟ اللي بتذكر أستاذ نزار، يمكن في لقاءات ماضية يمكن كانت مع حضرتك، كان فعلا دائما هي كمان نظرية كان المؤامرة يقولوا انه الدولة ما بتحكي صح، الاصابات معباية بمئات الالاف. فعلا قبل 22 اذار ما كان في اصابات بسوريا. اول حالة ظهرت ايجابية مؤكدة مخبريا هي ب 22 اذار.
هلا العوامل اللي حكيت فيها كانت كثير عوامل مهمة، انه من حسنات النادرة انه موضوع الحصار وعدم وجود حركة سياحة، هذا فيروس بالاساس بنتقل من مكان الى اخر، يعني بلش بمدينة يوهان الصينية. بمدينة يوهان الصينية اعلنوا الحظر قبل يوم من تطبيق الحظر، 300 الف واحد من يوهان طلعوا وانتشروا بالعالم ونقلوا المرض الوباء، هذا بينتقل بالانتقال. فنحن بسوريا لا عندنا حركة سياحة ولا في فكانت الإصابات لحد 22 أداد، بعدين بلشت الإصابات وعدوى، بصير عدوى ذاتية من شخص إلى آخر، فبصير العدوى تبدأ بتفشي خلينا نسموه أوتو بريك، بعدين بصير يعني وباء بسموه إبيديميك، بعدين بان إبيديميك جائحة بقى بصير. هلأ نحنا دخلنا بأعداد، ونحن كمان هم مشان نكون شفافين أكثر، إنه الأعداد اللي عم نشوفها معلنة بالإعلام لا تعكس الرقم الصحيح لعدد الإصابات بسوريا. نعم. عدد هدول الأرقام اللي عم تنشر هي فقط للمرضى اللي عم يراجعوا المشافي، وهن الحالات الشديدة والحرجة، وده بشكله 15% فقط من الحالات، أو المسافرين. ما تبقى من الناس اللي ما عم يشتاوا بي سي آر، هدول هني بشكل أضعاف مضاعفة من الأعداد اللي المعلنة. نعم، يظن كثير ممن تلقوا اللقاح، وأنا طبعا كنت بظن أنا أنه نحن محصنين خلص، أخذ اللقاح صار بأمان، فيستطيع أن يعيش حياته ويمارس كل يومياته بشكل طبيعي جدا من دون أي حساب لأي شيء. هذا الشعور اسمه شعور بالأمان الكاذب الحقيقة. متلقي اللقاح هو ممكن ينصاب مثله مثل غيره، وممكن ينقل الفيروس مثله مثل غيره، بس عادة نأكد على كلمة عادة وليس دائما، الإصابة للملقح بتكون من النوع الخفيف والمتوسط. نعرف الكوفيد له 4 مراحل وأربع شدات، خفيف متوسط شديد حرج. عادة الملقح بتكون إصابته من النوع الخفيف والمتوسط، فاللي بياخد لقاح ممكن ينصاب مثله مثل غيره، ممكن يأذي غيره، ولبس الكمامة مفروضة عليه كمان هو، لأنه إذا أصيب فممكن ينقل لغيره. والأهمية بموضوع الكمامة هي للمصاب أكثر من المتلقي. يعني إذا بدي أخد أنا شريحتين، شريحة مشان تشوف أهمية الكمامة هون نعرج أنا. إذا متلقي ومصاب، واحد اثنيناتهم لابسين الكمامة، نسبة العدوى 95%. إذا المصاب مو لابس كمامة والمتلقي الإنسان العادي لابس كمامة، نسبة إصابته 70%. يعني أنا بتحميني بس 30 إذا في عندي واحد مصاب. إذا لابس كمامة اللي هو المصاب وهذاك مو لابس كمامة، بتنخفض الإصابة ل 1.5% تقريبا. إذا اثنين لابسين كمامة تقريبا 0%. فالكمامة طبعا شيء أساسي حتى للأخذ اللقاح، يعني مو معناتها انه احنا اخذين لقاح. نعم. وهذا سبب انا برايي من الاسباب اللي دخلنا فيه بالزر. نعم. الرابع. فتره التحصين قديش عم تكون بالعاده بفتره بعد؟ هلا علميا اقلها بين 6 الى 8 اشهر. نعم. يعني لذلك هلا فايزر، شركه فايزر عم تحكي عن موضوع الجرعه الثالثه كجرعه تحفيزيه داعمه مشان زياده الاجسام الضديه، فهلا عم ينحكى على الجرعه الثالثه. نعم نعم. انتم واقفين بالمستشفى العمليات هلا من يوم الاحد. من يوم الاحد اتخذ قرار اليوم ما وقفنا العمليات، فقط يعني العمليات اللي تجرى ابتداء من يوم الاحد هي عمليات اسعافيه وعمليات الاورام، لانه واحد عنده ورم مو معقول يستنى. نعم. فهذول الترشيد موضوع العيادات. نعم. ولفترة زمنية محددة مع مراقبة المنحنين البوابي، أي عودة يعني إذا نزلت الأعداد مرة ثانية نرجع للمربع القبله اللي هو استقبال جميع الحالات. نعم. يعني شو وقفنا هلأ بشكل فعلي؟ الحالات الباردة، يعني مثلا واحد بده يساوي تجميل أنف. نعم. واحد بده يعمل شد بطن. ثالث مدري شو، هدول عمليات ما صارت هلأ، بصير مثلا بعد شهور. نعم. هدول نوعية من العمليات اللي باردة المانة إسعافية
يعني تم تأجيلها إلى شهر آخر. نعم. يعني سؤال أخير، نحن ماذا نتوقع خلال الأيام أو خلال الفترة المقبلة؟ هلا هذا كمان موضوع كان محاضرتي، ما بتعطيني دقيقة بس. هي بالمؤتمر الطبي اللي صار. المؤتمر الطبي إنه عندي أنا 6 سيناريوهات لموضوع الآفاق يعني. هلا ممكن أنا يصير مثل سارس 1 إنه يصير طفرة على الفيروس ونخلص مع القصة. ممكن لا علاج نوعي، إذا صار علاج نوعي انتهت انكسرت حلقة الفيروس. ممكن يصير عندي أنا مناعة 70% سواء باللقاح أو مناعة بالإصابة، وكمان نخلص من الفيروس لأنه بتنكسر حلقة. ممكن نضل ندخل بزرة، دخلنا زرة أولى وثانية ورابعة وبعد شوي خامسة. ممكن تصير هجمة كبيرة مثل ما صار بالإنفلونزا، وإن شاء الله ما تصير هاي ويروح كتير ناس. ممكن تصير حالات سبوراديك، يعني تصير مثل الإنفلونزا كل سنة بنشوف لنا 20 حالة و 30 حالة والمرض هذا بيتعايش معنا. فهي الاحتمالات الموجودة. نعم. شكرك جزيل الشكر دكتور عصام الأمين، مدير عام هيئة الهيئة العامة لمستشفى المواساة الجامعي. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. تحياتي.